اوكي، هذا فيديو تيست عن الاضاءة اللي انا ركبتها. يعني لحد الحين قاعد اشيك، قاعد اشوف مستوى الاضاءة. على سبيل المثال بعطيكم صورة عن جلاس ستاربكس اللي عندي شلون يعني مع الاضاءة، وطبعا انا بعدل بالاكسبوجر شوية على الاقل، ارفع الاكسبوجر او خلى اوتو على الاقل. اذا اوتو بيثبت كذي، فهذه هي راح تكون الاضاءة بهالصورة هذه. مثل ما تلاحظون هذا هو سيستم الاضاءة اللي انا حطيته، وبعطيكم صورة عنه. بس خلوني افك السيفتي عن هذا. طبعا هذه الاضاءة الاولى، طبعا يعني شيء عادي. وهذه الاضاءة الثانية. لحد الحين ما عرفت ادير امور الاضاءة، ولكن انا قد ما اقدر بحاول يعني على سبيل المثال اجرب يعني قوة الاضاءة والامور هذه. وطبعا الكاميرا انا مخليها اوتو على حسب الاكسبوجر، على حسب الاضاءة، على حسب الامور اللي يعني انا بيها. تعالوا خلوني ارفع الاضاءة عندكم شوية، يعني فقط لا تجربة لا غير. ارفع على 3 درجات. اوكي، 3 درجات ونص هناك. طبعا تلاحظون الحدة بالضوء هناك. هني طبعا برفع على 3 درجات. ونص. مثل ما تلاحظون صارت الإضاءة حادة، ولكن قد ما أقدر ما أقدر أذبح الظل. بس أهم شيء يعني إني أعطيكم صورة عن البرودكت نفسه أو اللون يعني نفسه. يعني مثل ما تلاحظون هذه الإضاءة اللي يعني تمنيت إني أشوفها. عموما خلينا نجرب على منتج ثاني. المنتج الثاني اللي هو كاميرتي الاس ار 45. يعني مثل ما تشوفون هذه صورة حق كاميرتي الاس ار 45 الهاندي كام سوني. قاعد اشوف يعني مستوى الاضاءة عندي، شغل الاضاءة، ومثل ما تلاحظون احسن من الاضاءة القديمة. اوكي، خلونا نشوف شنو اشوف عندي اساس اقدر اعطيكم صورة. اوكي، خلينا نشوف المجلة هذه. لو اقدر تصفح مجلة سونيك، او يعني مجلة جيم ماستر، ولكن اللي دخل بالي سونيك. هذه مجلة جيم ماستر عندي من زمان. تعالوا خلينا نشوف شلون راح تكون المجلة يعني على سبيل المثال على حد يعني الضوء اللي احنا يعني حاطينه. فراح اقلب بين الصفحات نشوف يعني الصورة نفسها اذا كان واضح او مو واضح، لان اهم شيء عندي الانعكاس نفسه، لان الانعكاس نوعا ما يسبب لي مشكلة بالفيديو. يعني مثل ما تلاحظون هذا انعكاس الليت اللي فوقي. خلوني اطفي الليت اللي فوقي اساس نشوف شنو عندنا بعد. اوكي، مثل ما تشوفون راح انعكاس الليت اللي فوقي، ولكن باقي انعكاس الليت اللي هالصوب مثل ما تشوفون، والليت الثاني. بس اعتقد انه ما يضر، لان اهم شيء تكون عندي الصورة واضحة، الصورة ممتازة. هذا أهم شيء يعني يكون عندي. خلونا نقلب بين الصفحات نشوف شنو فيه. زلدا أوكرينا أوف تايم زي ما تشوفون. على الأقل أغير البوزيشن عندي هني، يعني أودي الكتاب فوق شوية أساس يبين عندكم. ومثل ما تشوفون شيء واضح اكثر من وضوح الشمس. بس اعدل على الاضاءه من صوب هني اساس اخليها حاده، يعني حاده على حسب. هذه انا خايف من عندها فالته، يعني شويه قاعد تفلت. تعالوا خلينا نشوف نتكلم عن الغلاف. على سبيل المثال انا اكثر مشكله عندي الغلاف. مثل ما تشوفون هذا غلاف The Wonderful 101، يعني فعلا يخلي ايدي نوعا ما سمرة اكثر من اللازم، ولكن لا بأس اقدر اتعبث بالاكسبوجر. اوكي، حط على 100 100 احسن. خلينا نشوف 100. الجين طبعا بتشيك على الجين، او بخليه اوتو احسن. طبعا هذا هو مثل ما تشوفون غلاف لعبة The Wonderful 101.
على سبيل المثال بسوي يوم بوكسينج يعني حق الغلاف نفسه. الإضاءة الصوب أحسن. أوكي. على سبيل المثال بسوي يوم بوكسينج بشوف شنو في داخل. طبعا هذا هو أي هذه هي لعبة The Wonderful 101. تشوفون الإضاءة شلون حلوة ناعمة. وأقدر أغير يعني الفلاتر بين الإضاءة. هذا أحسن شيء يعني في عندي الفلتر الأبيض هذا اللي حاطه. اقدر احط فلتر لونه اصفر على حسب. اوكي خلينا نشوف ورا الغلاف شلون يعطينا الوان صافيه يعني. فهذا الشيء اللي انا كنت ابيه يعني من زمان. عموما تعال خلينا ننتقل لتجربه ثانيه. اوكي هذه صوره ثانيه طبعا حق سيستم الاضاءه اللي عندي 1-2 على يعني اضعف شيء يعني على الاقل انا مخلي اليسار ضعيف يعني على اساس انه يمسح الظل. على سبيل المثال انا بعطيكم زوم هني لما تشوفون هذا الكولكشن مال بلاي ستيشن 2 وتحت كولكشن كذلك بلاي ستيشن 2 واللي بعده بي اس بي ليميتد اديشن واللي تحت بعد العاب الوي. ولكن تعالوا خلونا نركز على رف العاب الوي يعني على سبيل المثال اساس نقدر نشوف الوضع يعني فيه. انا بعطي تقريبا فل إضاءة مثل ما تلاحظون بين عندي شيء صح. وهني كذلك فل إضاءة مثل ما تلاحظون كل شيء مبين. بس تعالوا خلنا نرجع نصعد لفوق ونشوف. طبعا إضاءة واهجة حيل يعني وهاجة حيل أنا اللي قاعد أشوفه. تعالوا خلوني أقصر على الإضاءة كذي شوية من عندي أو خلوني أقصر على مات الظل. أوكي كذي اعتقد انه احسن كذي. مثل ما تلاحظون الكولكشن قاعد يبين عندي يعني نوعا ما في ظل ولكن مو اللي انتم تبونه يعني. على سبيل المثال يعني ما انتم ما تبون شيء يكون عليه يعني ظل واجد ويكون يعني كل شيء مبين. هذا اهم شيء عندي. قصر على الاضاءة. اوكي اعتقد ان الاضاءة كذي اوكي. اوكي تعالوا خل نركز على جهاز البلاي ستيشن 3 نشوف طبعا فيه الاضاءة. يعني انا ودي اجرب تقريبا على الهوم كونسول مثل ما انتم شايفين. هذا جهازي البلاي ستيشن 3 سوبر سليم مثل ما تلاحظون البي اس 3 واضحه تحسون يعني الاضاءه يعني ممتازه عليها. فعلا يبي تمرين بالاضاءه مثل ما قاعدين تشوفون شكل واضح وحلو ودقيق. حتى يعني كيبل اليو اس بي 3 او اليو اس بي حتى لو زوم عليه يعطيني عن دقة يعني بالكامل. وطبعا ورا ظهري الإضاءة ومثل ما تشوفون هذه لعبة Grand Theft Auto وردي عندي اللعبة. وكذلك على الاكس بوكس مالتي اللي تحت وهم بعد جهازي الوي مثل ما انتم شايفين. فهذا المقصد يعني من عنده ان الإضاءة على حسب الإضاءة تلعب دور. حتى لو اروح الصوب الثاني راح الاحظ نوعا ما الاضاءة تكون يعني بسيطة. عرفت شلون يعني على سبيل المثال انا بعدل بالاضاءة عندي. انا ما ادري شو اللي يجيب الفراش هذا او الذبان على الليتات لاني اوريدي مطفي كل الاضاءة كلها مثل ما تلاحظون شيء حلو. خلوني اجرب تقريبا الكلام اللي ورا شيء واضح صح او شنو اجرب. خلونا نجرب اليو اس بي هذا نشوفه. اضاءة واحدة او بشوف كلمة سوني هذه. او الديسك هذا اللي تحت تحسون انه شيء واضح يعني ابدم علي ان تكون الاضاءة سلسة وتساعدني يعني على الفيلم فيوغرافي اي بتحسين اداء التصوير والامور هذه. يعني حتى لو تلاحظون في ورا شادو
ولكن انا مو مهتم، فقط يعني اني اعطيكم صوره واضحه كذي اساس اني ارتب يعني من الاضاءه وارتب من امور الاضاءه. حتى السيريال نمبر قاعد يبين حق الكيبل او اسم الكيبل او المنتج مع الكيبل.